فيها الاستاذ عفت والناس اللي ناس جامده قوي، بناكل مع بعض ونعيشين مع بعض. الفرقه المصريه دي اعجاز ربنا وهب مصر بالفرقه المصريه. ليه؟ معلش هنرشكوا شويه. لا لا لا، كان ايه قبل الفرقه المصريه؟ الاول احنا عندنا في عصر الباروك من 350 سنه كده في اوروبا، عشان هما دايما الموسيقى بتاعتهم بتبقى حاجات فوق بعض، يعني لما حاجه اسمها بوليفونيه، يعني اصوات كتير مع بعض، دي لازم تتكتب. ففي عصر الباروك النوتة الموسيقية وصلت لأقصى حدود التطور اللي هو اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. يعني عبد الوهاب لما بيلحن لحن بيلحنه بالعود، عشان احنا اللحن بتاعنا نغمة واحدة، الفرقة كلها بتقول حاجة واحدة. هما اللحن بتاعهم حلاوته ان بيبقى حاجات كتير فوق بعض، فعشان بيتوفي يلحن لازم يكتبوا على ورق. يعني الصوت بتاع الكمانجات، صوت الشلوات، صوت الالات النفس كده، ما ينفعش تعمل سماعي. لولا التدوين ده ما كانش بقى في حاجه اسمها بيتهوفن، ولا بخ ولا موزارت ولا كل الناس دول. والسيمفونيه لو حد فيكم بيروح الاوبرا او بيسمع كلاسيك، اللي انت تسمعه ده دلوقتي هو اللي كان من 350 سنه. نفس بالحرف. لانه مكتوب ما فيهاش فصائل. يعني زي لو انت بتقرا شعر شوقي. شوقي كاتبه كده وانت بتقراه كده، محدش حرف فيه. احنا ظلمنا بقى، ما كانش عندنا تدوين غير لحد سنة 1930 35، قبل كده ما كانش عندنا تدوين. فكان في موسيقيين عندهم في مصر مثلا ايه؟ في سنة 1800 من ايام الفراعنة في مزيكا. ما نعرفش كان بيقولوا ايه، لكن كان بيتداول بالتلقين. وطبعا التلقين انت عارف لما انت تشوف حكايه دي كانت حكايه تروح مزود حته تروح ناقص حته ضاعت، او انت بتحب كذا بتحبش دم تقيل المطرب فلان مش عارف ايه فتتجاهله مات. ففي فجوه خطيره جدا بين المزيكا المصريه بين قدماء المصريين لحد سنه 30، لحد عبد المزار عبد الوهاب والناس اللي زي كده. انا عملت ابحاث خطيره جدا لان اختي من كبار على بعض الاثار، فكنت هي مش شاطره في الكمبيوتر، فانا كنت بكتب لها رسائل عن شاطره في الكمبيوتر. فكنت بقى انا بحب اتعلم، يعني انا من ضمن الحاجات اللي هي خلتني نجمه في الفرقه المصريه بصراحه مع الناس دي كلها، ان انا ايه بفهم 70 حاجه غير المزيكا. يعني اي حاجه تخطر على بالك طالما قدامي او بستعملها لازم اعرف جواها ايه. فدي ادتني ميزه معاهم. يعني كل الناس دي كل دماغهم مزيكا بس، لكن تلاقي واحد منهم عنده كاميرا حلو بيسافروا. يعني كنا بنسافر بره كل شهر مرتين، فقدامك المانيا بقى وسويسرا بتاع، تروح تلاقي الحاجات العجيبه. فعنده كاميرا مش عارف يصور حلو، انا كان وقت التصوير كان عندي عمل وكنت محمد والله. اي هوايه، فاهم حضرتك قصدي ايه؟ انا بحب كده. علمها لي دلوقتي وتعالى بعد 6 اشهر هتلاقيني بدرسها. يعني بتعمق فيها، بحب كده. فده اللي خلاني قربت منهم قوي. يعني كنت مثلا عارف تسمع عن واحد اسمه فؤاد الظاهر. ده كنا بنشتغل معاه بنعمل موسيقى تصويريه، ده احسن واحد في العالم بيعمل تصويريه عربي. يعني فاكر فيلم الثوره الثانيه؟ انت وانت بتسمع بتشم ريحه، عارف ريحه الغيط في المزيكا، ريحه الخبيث بتاعت الغيط، ريحه لو تخش الغيط دي ريحه كده. محدش بعده جه نفس الكلام ده. احنا كنا بنعزف له في الاستوديو، اتصاحبت عليه ايه؟ كنا بنخلص حفلات الساعه 2:30 بالليل، كان حياتنا بتبتدي من 2:30 لحد 4. يعني مش بنعرف ناكل طول النهار كده، ناكل كل واحد يطلع البيت يروح ايه؟ حته توفيريه موازيه لشارع فؤاد جوه، يعني عارف شارع فؤاد؟ في شارع وراه. حاتم الألف. عامل الحته دي.
دي كانوا في هناك بتوع الكبده وبتوع الحواوشي. ايوه ادي انا بتكلم في حاجه اسمها فاكر السينما اللي هي كانت اسمها سينما كايرو ولا وكان قدامها محلات الحواوشي والمحلات وبتوع الكلام وكان في واحد بتاع فول في المنطقه دي كانت بتنفع ان المحلات كلها اللي انت بتقول عليها دي اصلا بتاع ناس مدنيين وايطاليين اصلا فاللي اشتروها من العرب بس حافظوا عليها ان الجنوب بيجري على حاجه فكنا نقعد وبعد كده في قهاوي مكان نشرب شيشه نشرب بتاع شاي بتاع فتقابل مين بقى هناك بقى؟ حسن الامامي كل الممثلين كل هو ده كان الخروج فانا اتصاحبت عليهم كلهم في الحته دي عن طريق ايه؟ الحاجه اللي هو ما يعرفهاش. فهمت قصدي ايه؟ يعني واحد معاه كاميرا جنبه. إيه لما عرف ان انا بعرف التصوير طب كلمه تعالى قول لي احكي لي تعمل ايه؟ تعمل ازاي؟ قلت له لا معلش بقى بكره في كارت عندي فاهم قصدي ايه؟ وتوريني على الطبيعه نعمل ايه؟ دي خلتني قربت منهم قوي فاتعلمت. يعني انا كنت ايه؟ مش رايح اشتغل واخد فلوس. عايز اتعلم العلاقه قدر لذلك ان انا ايه شفت اللي يدور اتعلمت منه ازاي ادور وبعدين بقيت اكتر بقى طورت ان انا كنت اتخرجت من الكليه قدرت موسيقى بالليل بشتغل مع العمالقه والصبح بشتغل مع ناس مش عارف كنت بالقريه صفر فلازم اعمل موازنه بين الاثنين انت عندك مثلا ايه طفل بيتعلم في مدرسه مزيكا فحد فيكم بيعزف او ابنه بيعزف تبص ده لما دكتور عالي بيعزف مش كده ولا ايه؟ لما بتيجي بتعزف التمارين اللي هي في التكنيكيه في الاول سخيفه جدا يعني ايه دوسي 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 انت لو ابنك هتعمل ايه تقول لي ده القرف اللي بتعمله ده فانا كنت بعمل ازاي؟ بخلي الولد ده ان هو ايه؟ على الحته اللي اتعلمها على طول انا بكتب نقطه زي ما بتكتب عربي على الورق اروح كاتب له جمله من عبد الحليم